مستمرين في تغطيتنا الإخبارية لتطورات الأحداث في مصر، حريصين إن احنا نطلع حضراتكم على آخر التطورات على الأرض، لكن أكيد نحن جميعا كمواطنين حاسين إن الحياة عادت إلى طبيعتها، ربما تبدو الحالة الأمنية والحمد لله مطمئنة، الناس نازلة للشوارع بشكل كبير جدا ورجع الزحام تاني إلى عواصم المدن المختلفة على مستوى الجمهورية وطبعا إلى القاهرة اللي ربما يكون السمة الرئيسية لها هو الازدحام دائما. وسط هذا الهدوء بتظهر أو يظهر الحديث عن التعديلات الدستورية، طبعا هو ده الشغل الآن باعتبار إن دي أولى خطوات خريطة الطريق اللي تم التوافق عليها بعد إصدار لجنة الخبراء لمجموعة من التعديلات على دستور 2012 وبدء الحديث عن تشكيل لجنة الـ50 وإرسال كافة الجهات المختلفة لمؤسسة الرئاسة لمرشحين لها على مدى الساعات الماضية، لكن ما زال هناك حالة جدل شديدة تثيرها هذه التعديلات في سهام انتقاد كثيرة وجهت إلى عمل لجنة الخبراء، في أيضا ملاحظات تم إبداءها على عمل اللجنة. إحنا النهاردة هنستمر في مناقشة هذه التعديلات وفي ردود الأفعال المتتالية عليها، ومشرفنا في الاستوديو النهاردة الدكتور فتحي فكري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووزير القوى العاملة الأسبق وأيضا عضو لجنة الخبراء. أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك. طبعا بشكر تلبيه دعوتنا، يعني كنت سعيده ان حضرتك قلت لي معايا تابعت في برنامجنا النقاش اللي كان امبارح حول عدد من المواد، ويبقى في فرصه ان احنا نستمع طبعا لوجهه حضرتك طبعا يا فندم، يعني دي مهمه جدا. هنبدا بالباب الخاص بالحريات والحقوق، وخلينا اقول لحضرتك بصراحه ان ده يهم ناس كثيره في مصر، مش بس اللي بيتظاهروا، مش بس اللي بيشتغلوا في حريه الصحافه او بيشتغلوا في المجال الاعلامي، لكن بالتاكيد بيهم الناس. خلينا نبدا بالمواد الخاصه ولكن ان شاء الله مش هيأثر على بقية المواد. يبدأ مثلا بالمادة الخاصة، أنا حاسس كده بما إني امرأة، أنا حاسس بالمادة الخاصة بالمرأة، إن شاء الله تبقى جاهزة معانا على الشاشة عشان نشوف تفاصيلها. المادة دي لزملائي عشان نقدم أحضرها، المادة 11. تم إضافة طبعا في دستور 2012، حضرتك فاكر كويس إن هم عشان حالة الجدل والخلاف الشديد شالوا أصلا المواد الخاصة بالمرأة، أنتم أعطوها من دستور 71، لكن قال أنكم أضفتم عبارة وفقا لكم حقوق المرأة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. هل هذا كان بهدف مغازلة طرف آخر وراء التيار السلفي؟ اسمحوا لي بس أنا عشان حضرتك بشلاتين وحضرتك على هذه النقطة بالطبع.
المركب فأنا أعلم التي تتعلق بحقوق السيادة مش نحن نتنازل عن السيادة عن مصدر السيادة يعني بعد مثلا تقوم بهذا النهاردة وبعد المنطقة دي ما يجبش أن يكون فيها جنود مثلا أما بقدر معينة وبمعدات معينة وقد احتفل لذلك وقام أن يمثل هذه المعاملات ينبغي أن يوافق عليها مجلس الشعب بأغلبية المرجعي ولا يكفي هذا وإنما ينبغي أن تعرف هذا الشعب مستفتحل عن صحيح نقطة ثانية نقطة ثالثة تكون أهمية ستكون لقد أحب من المهمة والقوة لكلمات الرفيعة فقد كانت في السنة 2012 عبارة عن جزء من النظام السياسي المطلوب وكانت في الشعب من الدولة التي تتكلم عن الدعوة وبالتالي فهي ركيزة للدعوة وليست مجرد جزء من النظام السياسي هذا معنى يعني وفي وقت الحياة كمان كنا بنشيد بها امبارح لما اضفتوا تهمة جديدة للرئيس حسب على اساسها اللي هي عدم احترام الاحكام واحترام الدستور يعني دي شيء مهم جدا كما يعني كلمة حقوق الأفراد هي تبقى مسؤولية الوطن صحيح مسؤولية الوطن هي اللي تقدمها للحفاظ على الحقوق والحريات فقد تملي بكل ما ممكن يعمل لسلامة الوطن أساسا كان شاء الله أنتقد إلى أسوأ الشريعة الإسلامية في الجملة دي ما هي أساسا كانت ترتكن أيضا إلى المادة الثانية الخاصة بمبادئ الشريعة بمدة نظر بعض القانونيين فيها يعني تعبير
ايوه يا فندم، هو حضرتك لما نيجي مثلا في ماده زي احنا قلنا النصوص بتتكلم بعض البعض، بنقول على سبيل المثال ان المساواه بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات اساسيه، يعني لا يعد التمييز لاي سبب، هل هذا التزام ام مجرد يعني ايه تعهد ليس له مضمون محدد؟ والتزام وبالتالي بعلامه النصوص بعض البعض سنجد ان هناك التزامات محدده. هذه المده في الساعات المعده الاخرى تعطي، حينما نتكلم عن التعليم، حينما نتكلم عن الصحه، حينما نتكلم عن التامين الاجتماعي والمنع الاجتماعي وما الى ذلك، تنافس النصوص كلها تتمام ويعطيك نصا من سياقها. طيب الدكتور هادي المجيد ليه مقاله، طبعا حضرتك تابعت امبارح التصريحات الصادره عن الدكتور جو رشوان مقلوب الصحفيين، اللي قال ان حضراتكم في لجنه الخمسين لم تنتبهوا لاي من الملاحظات التي ارسلها اليكم او ارسلتها اليكم نقابه الصحفيين، لم تقوموا بالتعليق عليها او وضعها في الاعتبار. مقاله الدكتور وحيد عبد المجيد بتقول ان كنتوا اخذتوا الماده الخاصه بالحريات والحقوق خاصه فيما يتعلق بحريه الصحافه والاعلام من دستور 2012، رغم ان حضراتكم عارفين كم الانتقاد الشديد الذي وجه لهذه الماده، وكانت من المواد التي تم الانسحاب من الجمعيه نتيجه الاعتراض عليها. خلينا نشير الى هذا النبأ العاجل، الخارجيه المصريه ترفض طلب تركيا بتعزيز اعضاء بعثتها الدبلوماسيه بالقاهره باعضاء دبلوماسيين جدد، وعدم النظر في هذا الطلب في الوقت الراهن. تركيا كانت بعثة تعزز علاقاتها بعد كل هذه التصريحات وبعد كل هذا الموقف من رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا، سرعت جماعه الاخوان المسلمين على نتيجه التطورات في 30 يوليو، وكمان تطوله على شيخ الازهر، يعني ربما يكون خبر غريب للغايه، ده في مطالبات شعبيه للخارجيه المصريه بتخفيض مستوى التنفيذ الدبلوماسي اصلا بيننا وبين تركيا. تفضل يا دكتور، نرجع للماده الخاصه بحريه الصحافه والاعلام. تمام. انا حضرتك مطالب للجماعه الصحفيه بكل التقدير طبعا ليها والاهميه بتوحى في الثوره وفيما قبل الثوره. الماده دي كانت حطها ماده حريه الصحافه والاعلام عشان يحطها على حد 50 زي وصلتكم مقترحات نقابه الصحفيين؟ سيدي اسمي المدرسة بس هي أنا ملاحظ سياسية في ده
يعني المهم اساسا ان انت تقدر تحدد مثال عمل يا دكتور صدقي، وانا عارفه صدر حضرتك يتسع ليه. الماده الخاصه بحريه الصحافه والاعلام يا ريت تكون معانا الماده 51، لان حريه الصحافه والاعلام مكفوله، هتلاقي حضرتك بما لا يخل بقيم المجتمع، بما يتفق مع التقاليد، يعني مين اللي هيقول ان دي قيم مجتمع ولا مش قيم مجتمع؟ فده بركن معانا قال لك لدرجه ان انا تهت اصلا وكان بيتكلم عن اي ماده هو بيقول حريه الصحافه والاعلام مكفوله بما يتفق مع قيم المجتمع وتقاليده وحفاظ الحقوق والحريات والواجبات العامه واحترام حرمه الحياه الخاصه للمواطنين ومجتمعات الامن القومي ولحظه بحكم قضائي. هذه الصيغه تحديدا كانت ماده اساسيه لنا قرارات من قبل الصحفيين، لان حتى مساله الواجبات العامه، يعني انا حضرتك حينما كنت وزيرا للارقاء العام، حضرتك هنا بتاعتك كوزير في واجبات عامه لهذه الوظيفه، هناك حرمه ايضا لحياه حضرتك الشخصيه، لكن يمكن ان ترفع دعوى عليا لو انا وجهت انتقاد لحضرتك كصحفيه او كاعلاميه استنادا الى هذه الماده. حضرتك الشخصيه العامه دائما وحريات النقل في ماده الشخصيات العامه هي شديده الاتساع، والدليل على ذلك ما يكتب في الصحفيين الان حتى قبل الثوره ضد الشخصيات العامه يتقبلونه بصدر رحب باعتبار ان ذلك غريب من طريق فرنسا تلقى او نفسه. اذا كل هذا سيحكم به القاضي الماده دي يا دكتور حضرتك خدتوها من دستور 2012 ولا اضفت ليها حاجه؟ 2012 حددناها في الجزء الاهم جدا. حضرتك اللي هي الرقابه اللي كانت مزعجه بعض الناس حضرتك كانت الرقابه في الدستور 2012 في حته التعبير عن وزاره الحرب. بعد ذلك حضرتك حصل لها في حاله حاله الطوارئ تقريبا، لان هي حركت بين في حاله الطوارئ وفي زمن الحرب، وعاده ما يؤدي الاعلام الحربي الى حاله الطوارئ، يعني يثبت فهي حصلت الرقابه في امر محدد وهو حاله الطوارئ. هذه الاضافه التي بعد كده احنا قايلين ان انا اصير لازم اخد الدستور طبعا متقدم. الهيئه القانونيه للاعلام التي ستقوم بالاشراف على الاعلام وبناء حياده وبناء استقلاليته ويضع مناصب الشرع وتلقى كل الحمايه لكي تقوم لكي تقوم بدورها لحمايه حريه الصحافه. احنا عندنا مشكله قانونيه ان حضراتكم في عقوبه الانذار بوقف الصحف والغائب بحكم قضائي عقدتوا من العقوبه اللي كان تم الغائها من قانون العقوبات في 2006. يعني احنا في المسوده اللي موجوده دلوقتي النص بيجيز انذار الصحف ووقفها والغائها بحكم قضائي، صح؟ وبالتالي هو بيعيد عقوبه سابقه رفعها من قانون العقوبات عام 2006 عندما تم الغاء المادتين اللتين كانت تجيز ذلك. يعني بس 2012 بيتكلم هو قدامي يعني حتى لو الغائب فهي عبيده القضيه من الغائب. حضرتك هي عبيده على الدستور اللي احنا معتمدين عليه. ماشي 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 حضرتك ببساطه شديده الدكتور الغائب حضرتك بحكم قضائي بحكم قضائي. طيب احنا معترضين ليه اذا كان هناك تجاوز وهذه القاعده سواء ضمن على القاضي والقاضي سيصدر حكمه. وهذا هو يعاقبه بان يؤدي الى حاله اجازه الاجتماعي ويحفظ هذا النص. وكان هناك تجاوز سواء على المحكمه الدستوريه وستكون اربعه دستوريه او غير دستوريه من معترض على حياه الصحافه. لان تلك طبعا كان مؤكد الدستور على اي قواعد ساطعه لكي يرى هذا النص ماذا يعتبر. طيب عندنا المفروض ان كان في ماده يعني عملوا مجهود كبير جدا على تمريرها اثناء 2012 والاخوان اللي كانوا مسيطرين والتيار الاسلامي اللي كان مسيطر على لجنه اللي هي تاسيسيه مراها بالعافيه، تكفر الدوله استقلال الصحف ووسائل الاعلام المملوك عليها عن كل السلطات والاحزاب لتكون ساحه للحوار بين كل التيارات، فانت فين هذه السياق؟ فين هي في المرض؟ حضرتك مش عارف يعني ما تقدمنا فيه في هذه السياق 2012
المشكلة اللي كانت بتواجه المصابين في الدوائر المتسعة.
السفير واخيرا السبب هو الوقوف على سبب الوقوف في شكل عدم العام. الوقوف قدام
الإسرائيلية في العديد من المتابعات التي تصعب نعمة الباب الأحدى باحتمال تنبيه ضد عسكرية لسوريا. أيضا تريد مسيرية التدعوات المتوقعة في حال أن هذه الدولة لم تعد كبيرة سوريا. الوزير الخارجية المصري نبيل فهمي واللي أكد فيه من جديد على بيان الخارجية المصرية الذي استنكر بشكل واضح تصريحات أردوغان تجاه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأكد أن تم استدعاء السفير المصري في تركيا للتشاور وإبلاغهم بوجهة نظرنا الغاضبة والرافضة لهذه التصريحات، وقال كمان رفضنا طلب لتركيا بتعزيز بعثتها الدبلوماسية في مصر نوع من تعليق هذا الامر يبدو نوع من العلاقه الدبلوماسيه اللي بيتم الاعتماد اليها. اشار ايضا في مؤتمر صحفي الى نتائج مباحثاته في رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، واكد ان جانا في هذا التوقيت لها اهميه كبيره جدا نظرا للدور المحوري لمصر في عمليه السلام في الشرق الاوسط.
الخاصة بالإرهاب التي كانت تلغي
كل الحقوق والحريات. حاولنا الاستفادة من التجارب التي مرت بها مصر وعدت إلى إهدار حقوقية كمان المادة 120، يعني لو برضه جايز المادة 120 في فكرة طريقة رئيس الجمهورية ليها دعوة. حضرتك عارف إن كان في بعض المؤسسات بتمنح رئيس الجمهورية وأسرته وهي دعوة بأسنان بهذا، يعني حضرتكم وضعت قيد على مسألة تلقي رئيس الجمهورية للهدايا من 120. لما بقى حضرتك كانت موجود في دستور في 2012 ولكن كان بيقول ايه؟ في حدود القانون، يعني يعطي القانون ويستثني بعض الهدايا التي قد يرى انها قليله الاكل. لكن هو عايز يعني من القانون الهدايا ولا ايه؟ الهدايا التي تتجاوز مثلا في امريكا او سبيل المثال الهدايا التي تحصل عليها الدوله هي التي تتجاوز 100 دولار. Thank you.
رئيس مجلس الشعب، انتوا قلتوا ان واجب
بالمرة. وكل سنة مرة. يوم
جميع الشعب كما اتفق مع اجازته ان تعتقد الاجازه انها لا تعرف عن شيء عن الشعب. يعني اذا مات الشعب حرصنا على مليون في نفس الشعب. يعني ترجمة حقيقة من الرئيس الجمهوريات يعني من الجمهوريه الاولى في حقيقه لكن هتمشي في الجريمه الرسميه للثانيه. يعني حضرتك ان الشعب تقلد بالنسبه لي بنفس كل الجامعه اللي هو عنده اعتراف كذا عنده رئيس الجمهوريه انا بقول لك يعني هيحصل اساسا ما بتمشيش في الجريده ما بتمشيش في السبيلات انا بظن تروح المشيئه في الجريده هي الزمن مش بس حضرتك لو الزمن الماليه كان يطبق عدة توقعات للرئيس وعدة تقديره عادي يعني انا كل سنه يعني انا هاد بعين انا ادعو امام محاسبه الجماهيريه من 90 مليون مصري تمام؟ اللي هم اتاكدوا من نتائجي تمام طبعا بصفه عامه بحسب رئيس الجرائد وانا ما ادري هذه الحقيقه ولا احب ان اكون قريب قانون التهمات انا رئيس الجمهوريه الصرف احتاج 30 مليون جنيه ولما انا اعطي في الحكم غير يعني سجن ما بيكملش الحكم مثلا ما بيكملش الشهر ال 13 انا بتحدث عن حضرتك ان رئيس الموضوع اذا كان يبتدي هذا النسخ المطبق ما كان استطاع ان يحاسب يعني في الشهر يقرب وكان في شهر يقرب من المتقدمين في بلد البلد طبعا يعني انا كنت اعطي شخص الحين ما احس ان انا في الجريده الرسميه هم تلتزموا طبعا لو انا بتقلب على الحكم الى ايه زين ودي حضرتك المخصصات وهي مهمه جدا ما صلاحيات رئيس السلطه احنا قلصنا الاختصاصات لدرجه انها اصبحت لا تكون ولا تكتب الموجود وبالتالي احنا مهمنا واحنا بنساعد البرلمان صحيح ان احنا نساعد البرلمان وانه من السهل ان احنا نحاسب رئيس مجلس الوزراء بسهوله جدا جدا البرلمان يعزل وهو حق وما الى ذلك لكن رئيس الدوله وفي اي دوله في العالم محاسبة الرئيس أمر أسهل. فأعتقد يعني حضرتك عن اليوم زي ما افتكرت أن الهلال يكاد يكون لبنانية مش بالفعل بس حضرتك يعني الهلال محتاج من أجل واحد بعد بعد ما زال الرئيس ونزال زال الهلال. مش أنا لما أحب في القصة تحب أن نبان البنية هذا جدا. لكن أنا بشوف حضرتك الصفات بتاعت رئيس الجمهورية هنلاقيها حضرتك يعني بسيطة جدا. مع أسف المصري يعني ما يصبح في السلطات الاتيه اللي في 97 كيف حضرتك الماده 97 بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن حقه في اقتراح القانون. طب هل هذا اختصاص؟ الحقيقه لا. ليه؟ لان لما اقترح القانون البرلمان قد يقبله وقد يرفضه. وحين يقبل البرلمان يقرر قرار البرلمان الذي اقترحه. طب صح ولا لا؟ مثلا انت قررت 121 طبعا بيختار اسم رئيس الوزراء. حضرتك عم تختار اسم رئيس الوزراء هو اختيار نهائي ولا عاد البرلمان لازم يقبل برنامج الوزارة، إذا ما قبلش برنامج الوزارة بيختار أي صحيفة. ما أستاذ ما قالت لي ربي يوسف حضرتك كل الصداقة اللي حتى لما قلت ما فهمتش حاجة. يعني رئيس الجمهورية هيختار رئيس الحكومة. بس رئيس الحكومة يعني مثلا رئيس الجمهورية هيعمل سنتين أو سنة أنا والله الدنيا فيا محمد إبراهيم ما أعرفش مين محمد إبراهيم شايف محمد إبراهيم شايف كفاية الدنيا رئيسة الوزراء. ثم هي جت ردود فعل شعبية أو ناس رافضة. لا يا فندم مش البرلمان في البرلمان
Thank you.
في يد البرلمان أو في يد الشعب.
بكل
أيضاً أن لا رئيس
Yeah.
الأساس السياسية I'm
وما هي الكلية التي إذا دورينا لن نتردد واحد فينا نحن في المحاولة.
حاجه الانسان بكل ما يستطيع لاجازه الدستور سوريا، مش مهم الحفاظ على هذا الدستور، مهم اجازه الدستور يناسب مصر ويدفع عقلي الامان، واهم حاجه يدفع عقلي الاستقرار في حياتك. طيب انا سؤال تاني معلش ممكن اجاوب عن حضرتك ولا اذا ما قعدت يوم 50 المفروض تتشكل خلال نهايه هذا الاسبوع يتم الاعلان عن التشكيل مع بدايه الاسبوع القادم، وبدات الناس الافكار اللي حضرتك كنت اشكرها في المساعده اللي قدامنا دي وبدا يعملوا بعض التعديلات عليه. هل معنى ذلك ان الكره بالكامل في ملعب يوم 50؟ انا بس سؤالي على موطن انا لو عملت تشكيل حسب هذا السؤال الجيد، اعتقد ان الكلب كله ما يفعل به تستطيع لجنه الشمسيه ان تعيد النظر فيه وتبنيه تماما اذا كانت لديها اسباب. حديث الحل احنا حدثنا ونشط على الشعب، احنا عملنا كده ليه؟ وصباح حدث لان هذا محط كفائي لكن وعلى الشعب ان يقرر كلمه الجهد الذي بذل اذا كان سلبيا او ايجابيا حركة الخمسين قد تكون للشعب أنها بذلت ما فعلناه للأسباب الأخيرة، لأن الكلمة اللي وقعت في الشعب في استفتاء ليس كده ليس كده بالظبط. هذا سؤال معلش برضه بس عن زمالك التفاصيل ممكن تكون يعني أسئلة أداء بالنسبة للموطنين عاديين يعني. يعني لجنة الخبرة دي أنا عارفة إن كلها أساتذة وفقهاء قانون ودستور تمام؟ وهناك وقامات كبيرة من الشرطة طبعا يعني لو فقهاء يعني فقهاء دستوري كبير. لجنة الخمسين هي قدام المصريين عن كافة هذا المجتمع، لكن انا يعني كأم وأبناء ممكن ما يكونش عندي لو انا قعدت في اللجنة دي بمثل حزب الوفد ولا بمثل الأزهر ولا بمثل الكنيسة ما يكونش عندي خبرة قانونية أو دستورية في الصحة اللي أنا بقولها. ما هو هنا الكلام صحيح؟ لا حضرتك مش مسألة الصيانة
I'm going to go to the next one.